فيديو مؤثر لأطفال فلسطين يبكي سيرين عبد النور وهي تنفعل. يا الله خلصهم من هالإجرام. وإحنا العرب وإحنا المستثمرين وإحنا بحكوا فينا وبتخلوناش الشيء. يوماً بعد يوم تزداد حدة الاشتباكات في فلسطين والتي يروح ضحيتها يومياً العشرات والمئات، بينهم أطفال ونساء بسبب العدوان الإسرائيلي على البلاد، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق العنف الذي يقوم به الإسرائيليون تجاه الشعب الفلسطيني. ما يحصل؟ استحوذ على اهتمام عدد كبير من الفنانين، ففي الساعات القليلة الماضية شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على حسابها عبر إنستغرام مقطع فيديو يظهر عدداً من أطفال غزة المصابين جراء الاعتداءات الإسرائيلية الحاصلة. الفيديو أثر بسيرين بشكل كبير، حيث علقت عليه بالقول: يا الله دخيلك خلصن من هالإجرام، كف يد الشيطان النجس عن البراءة، عن الأطفال نور لهم طريق بالخير والسلام، أمين يا رب. وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع تغريدة سيرين، مؤيدين كلامها ومعبرين عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني. وعلى صعيد آخر انتقدت سيرين عبد النور الطريقة التي اعتمدتها وكالة رويترز خلال نعيها مصوريها الصحفي عصام عبد الله الذي رحل خلال تغطيته الأحداث على الحدود اللبنانية بعد تعرضه للاستهداف من قبل الإسرائيليين. وفي التفاصيل نشرت وكالة رويترز صورة للشهيد عصام وأرفقتها بالتعليق التالي: مقتل مصور تلفزيون رويترز عصام عبد الله في جنوب لبنان في إطلاق صواريخ من ناحية إسرائيل. ما كتب استفز سيرين عبد النور التي أعادت نشر التغريدة على حسابها عبر تويتر وعلقت عليها بالقول: من ناحية إسرائيل ولك قولوها قولوا صاروخ صهيوني استهدف الصحافة اللبنانية وقبل الصحافة العربية، لا إسكات عن نقل الحقيقة. خاتمة كلامها بالقول: عاشوا خايفين منن ولخافوا الله. هذا وكان شكل خبر رحيل المصور الصحفي اللبناني عصام عبد الله بعد تعرضه لاستهداف مباشر من قبل الإسرائيليين خلال تغطيته الأحداث في فلسطين من على الحدود اللبنانية موجة حزن واسعة بين محبيه وعدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.